تستهدف غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات خفض عجز الموازنة بقيمة ملياري دولار من خلال زيادة القيمة التصديرية للقطاع وإحلال الواردات بمنتجات محلية. كما تسعى الغرفة خلال استراتيجية تطوير القطاع من العام 2018 حتى 2020 إلى توفير 185 ألف فرصة عمل بالقطاع، حيث يصل حجم العمالة المباشرة إلى 3 ملايين عامل وغير المباشرة إلى 500 ألف عامل. وأشارت الغرفة إلى أن صادرات القطاع تمثل 87% من الصادرات غير البترولية ونسبة 17% من إجمالي صادرات مصر، وكذلك تساهم صناعات مواد البناء بحوالي 18% من حجم الناتج المحلي.